بدايته بسباقات الرالي بسنة 98، سنة 2000 كان بطل لبنان بالجروب ان، 2002 وال 2003 ربح المرتبة الثانية بالليبانيز رالي تشامبيونشيب، من 2004 لل 2006 كان بطل لبنان بالرالي، بال 2008 كان الرابح اللبناني الأول بالسبيد تيست اللبناني. بالأرقام شارك ب 82 سباق، 68 منهم وصل على خط النهاية وفاز ب 38 منهم، طلع على البوديوم 58 مرة، كما انه شارك بثلاث سباقات للابطال، اثنين بالسعوديه وواحد بايطاليا، بالاضافه لتسع سباقات عالميه. منتابع سوا هالرباطاج. بلش عبدو فغالي الرالي بعمر 21 سنه، ربح 38 سباق، طلع على 58 بوديوم وشارك باكثر من 100 سباق، كما انه حاز على عده العاب اهمها لبنيز رالي تشامبيون، ميدل ايست هيل كلايم تشامبيون، First Lebanese Speed Test Champion, Lebanese Hill Climb Champion وغيرها. وبيبقى عبدو فغالي من أهم وأشهر الأسماء بعالم الرالي. لا تعرف عليه أكثر، نستقبل البطل عبدو فغالي. خير عدون. مسأل خير عبدو فغالي. هاي. دادو كيفو؟ أنا كيف. مش الحال؟ مشتاق لك عفوا. نحن كمان بالأكثر عبدو أو دادو، شو بدك نعيط لك بالحديث؟ اثنين بيمشوا. ما بعرف ليه بس بعطيك فكرة هيك صغيرة، بس خلقت اسمي عبدو والماما حبت تسميني دادو، لأنه ما دخل دادو بعبدو، بودي عبودي شي، بس سواء اثنين لقلي سبب. على كل صرت معروف كثير كمان بدادو. عبدو فغالي، انا كنت من الاشخاص المحظوظين لانه كنت شوفك دائما بالراليات وكنا نكون الى جانبك كمان بالرالي بنفس الوقت، بما انه بتجمعك هالباسيون للسواقه، واكثر من الاشخاص اللي بيكونوا معك ان كنت انت او ان كان كمان الكوبيلوت مارك حدادي، من وجه له تحيه كثير كبيره، بتجمعوا باسيون كثير كبيره بالراليات، ومارك الى جانب شغله بفرنسا بيترك كل شيء بيجي بيعمل الرالي بيرجع بيروح على فرنسا، واثنيناتكم بضلكم مع بعضكم بالسباقات. امتى حسيت هيدي الباسيون رح تاخذها اكثر لمحل بروفيشنال وتخوضها فعلا بطريقه بروفيشنال؟ خلقنا بانفايرمنت كلها خاصه بالسباقات، البابا بحضر كان سيارات، كان يشترك حتى بالسباقات كمان. بس بعرف سباق الاوتوموبيل هو اكثر شيء بكلف بلبنان، منه مثل التنس او مثل الباسكت او فوتبول او غيره. بس صارت لي تشانس كتر خير الله بالكاترين ديزيت مثل ما قلت ب 98 وبلشت، ومن اول اللي بلشته قدرت حقي مركز ثالث كلاسمون جنرال، يعني ترتيب عام، وهذا الشيء برهن انه هاي الحب اللي عندي وهالباسيون اللي عندي للرياضه مش انه مثل هيك حب عادي، لا بالعكس اخذها جديه كثير، سبيشالي انه روجيه خيي كمان بلش قبلي تقريبا بسنتين وكان قادر فاز ببطوله لبنان بالرالي بال 2097. سو من اول رالي برهنا انه كان اكثر شيء لي انا، انه انا بحب هالرياضه هيدي بحلم فيها مثل حيلا شخص ثاني. كرمال هيك كنت انا بدي اعرف حالي انه بدي اندر هيك ستريس اذا انا فيني اي كان اتشيف او لا، وكتر خير الله باول رالي طلعت مركز ثالث. وامتى صرت احتراف هون؟ هلا مشكلتنا بيير هي ما بحيطها صارت احتراف، لانه تكون احتراف بدك تكون انت قاعد بس شغلتك وعملتك هي الرالي، ان كان لي انا او حدا ثاني. يمكن اكثر شخصين بلبنان قدرنا نفوز بالقاب بلبنان او كريجنلي او انترناشونالي هو انا وروجي خيي، وبسوء الحظ بقول لك نحن وير نوت 100% بروفيشنال، ليش نعتبر حالنا سيمي بروفيشنال. طب دادو عندك سبونسرز اليوم؟ يعني اليوم ما بتفوت بمنطق السبونسر انه انا اليوم اذا بدي اتبنى رياضه معينه رح اعطيه كل الدعم 100%، وكانه رح اعطيه معاش كانه عم يشتغل بشركه معينه بس لانه هو بالنهايه عم يمثلنا وعم يقدر يوصلنا لخط النهايه. قلنا نحن سبور موبيل بكلف كثير، يعني انا تاكد لك تعمل بطوله شرق اوسط رالي مثلا اللي هن سبع راليات تقريبا، ثلاث فرق باسكت بلبنان عم بيشاركوا مع كل الاجانب تبعهم، شو تقريبا بدك شيء بحدود 950 مليون 950,000 يورو حتى تعمل هالبطوله هيدي، هيدا كاول ستيب اول فيز، بقدر تطلع من بعدها على بطوله العالم وغيرها. المشكل لبنان نحن بلد كثير صغير، كثير صغير يعني ماركتينج وايز، انت ان كان عندك حيلا برودكت عم بتسوقه رح تبيع بلبنان هالقد، بتبيع بغير بلد هالقد، مظبوط. ليش انا بدي اجيب حدا لبناني حتى اطلع سوقه لبرا اعمل له ماركتينج يعني برا، بينما فيني اجيب حدا من برا انا في بيع لي برودوي اكثر من هلا بكثير. سو ماركتينج هي معروفه هالشيء قبل، وتكنا بعدنا بلشين ومحمسين انا وروجين، ولا ما معقول بدنا نغير هالقعده هيدي مثل ما بيقولوا، بس لا طلعت القعده هي غيرتنا شوي صغيره، وحطت خلتنا انه لا نشوف نقعد جالسين
ونفكر انه لا نحن هاي الشغله باشن بنحبها كثير بس لازم كمان اعمل شيء ثاني. لهيك جربت تظهر من لبنان واجربت السباقات برات لبنان؟ ايه اكيد طلعنا برات لبنان وشاركنا ببطولات كثير برا كمان وبرهنت كمان انه السائق اللبناني بيقدر يعمل ارقام قياسيه كمان او كمان ياثر نوعا ما بمجرى السباق. هون دادو عم فكر كنت بيجي السؤال بمحله على قد هون انه ربحت كل شيء معقول تربحه بلبنان وبالمنطقه وطلعتوا على الجونيور دبليو ار سي وعملت 9 راليات فيها، طيب ليه ما بقيتوا فيها بدعم السبونسوريه والعائله وبقيت فيها؟ قصه تقنيات ولا قصه ماديات؟ هيدي من اكثر الاشياء اللي بتعزينا انه انا بتاريخ الكابتن خلال السباقات اللي عملتها والسنين عملتها انه صار لي الفرصه ومن الناس كثير قليل يمكن لا كنت بوقتها يمكن ثاني او ثالث شخص بالشرق الاوسط بصير لي هالفرصه انه اعمل بطوله شرق اوسط. بطولة عالم صار عم نحكي نحن بالجي دبليو ار سي مع انه كانت سيارة نقول حتى تعبانة شوي صغيرة كانت فورد بوما شوي قديمة بس هن فريق أسترا اللي كانوا حضروا سيارات لانسا نعم. بلبنان من زمان هن عطوني هالفرصة هيدي وكابتن خلال قدرنا بظرف 9 راليات نحقق نتائج نحن تفاجئنا وفاجئنا حتى الناس أكثر برا بس نرجع بنقول ماني توكس كرمال هيك كان بدنا كثير بادجت لنعمل يعني إذا عم نحكي نحن ميدل إيست تشامبيونشيب عم تكلفنا 750,000 يورو بطولة العالم دفنت اللي بدها تقريبا 1,200,000 يورو لتبلش على فئة الجونيور هيدي اللي انت بتجي ترتيب عام يمكن بين 30 وال 40 عم نحكي بينما بالشرق الاوسط لا بتجي بالتوب 5 او توب 3 سو اتس اول اباوت ماني. دادو بتحكي اسرع ما بتسوق كل شيء سريع ما عندك كم شغله ما بهمنا عارفهم بس حدا عفوا كنت بدي اسالك شو ناقص بلبنان يعني قد ايه فيني تنظيم للرالي دو ليبان وشيء كثير فخم صار كثير مهم مزبوط. بس شو ناقصنا اليوم تنوصل لل دبليو ار سي انه شو بعد قد ايه بعد بده لبنان وليه ليه ما بينعمل بلبنان لانه طرقاتنا كمان بتشبه طرقات كثير يعني بياخذوها الرالي طرقاتنا فريدة من نوعها معروف زفتنا هو بحق وحقيقة زفت يعني زفت تبع برا بكون زفت طبيعي منيح نحن زفتنا زفت مزبوط وهذا الشيء اللي كتكنيك كتير حلو لنا كدرايفرية من زمان وهلا كل سنة بيجينا على رالي لبنان ناس من انترناشنال أبطال العالم منهم بيتر سولبرغ وغيرهم بيجوا بيشاركوا عنا وبقولوا عن جد انا ما بحيت سيئة هالطريقة هيدي لانه الزفت بده سواقة نظيفة نحن بنسميها بينما التراب بده سواقة استعراضية بالعرض لبنان اللي بيجمع زفته بسواقة تكنيك منيح واستعراض مفيد لشيء قد ما بزحي بتعرفي بناية عم تتعمر يعني تحت اكيد في مي وفي غبرة وفي هذا لبنان كله وهذا حلو هذا بيعطينا ادفانتج انه نتعلم نسوق على غير محلات. طيب ليه بعد دبليو ار سي بعد ما اتسائل هن اوريدي بنظموا كل البطولة بلبنان ومثل ما قلنا كل سنة كانوا يجيبوا بطل ابطال العالم حتى يشارك ويحكي عن الرالي بس لسوء الحظ وصلنا لمرحلة من بعد كل ما طلبوه منا الاف اي اي الفيدراسيون هن اللي عم يطلبوا انه شو لازم نعمل تنكون ابطا ببطولة العالم وصلنا لمرحلة كثير واضحة انه طالما ما في سلام بلبنان ولا ممكن يكون في عنا شيء ما في عنا نستضيف بطولة عالم 100% بده يكون في عندك سلام بعدين انفراستراكشر حتى تتغير تصير بلد جاهز حتى يستقبل هيك ناس لانه بتعرفي على هيك راي دبليو ار سي عم نحكي احنا بطولة عالم ما بعرف كم كذا 100,000 شخص عم يقدر يفوت على البلد وعم يعملوا دعايه للبلد هذا شيء كثير منيح في بلدان بيعملوا انفستمنت بهالاشياء خصوصا بحلبات الاف 1 بيدفعوا تقريبا 500 مليون دولار بس حتى تكون عندهم جوله من بطوله العالم مثل البحرين أكيد مثل ابو ظبي جراند بري وغيره وان شاء الله يا رب يعمل سلام بلبنان ومن بعدها اكيد نفوت بطوله عالم نحن جاهزين تنظيميا ومرح بدنا نعمل اشياء بس يعملها السلام ما رح لا عن جد رولا منصور عبدو انا فتت على الويب سايت وتعلمت السكندينافيان فليك والدريفتنج الانجراف والستيرينج بس قد ايه يعني السواقه بحسها انه لازم واحد يكون حاسس بالطريق وقاعد بالسياره يتعلم هالتكنيكس قد ايه فيك تعلم يعني من خلال هالانستراكشنز هيك تكنيكال اشياء تكنيكال انا هيدا كثير بقوله للناس وقت اعمل لهم برايفت سيشنز عم نحكي نحن كرالي سكول او دريفتنج سكول او 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 حتى سيفتي درايفنج سكيلز انه انا بعتبر حالي مثل انستراكتور بالجامعه عم تجي لعندي انت انا عم بعطيك الكورس انت عليك تروح تطبقه بطريقه محترمه وطريقه منيحه بباركينج مسكر او على حلبه كارتينج وانت عليك يا بتطور حالك يا لا انت وقت تروح تحضر الكورس بالجامعه ما بتطلع حافظ الكورس لما تروح ترجع تدرسي للكورس مزبوط بس عبدو عم بتقلنا اذا الكوع على اليمين نحن نبرم على الشمال هذا سكندينافيان فليك ما هو هذا الويت ديستريبيوشن بالسياره بس مثلا تحت انه مثلا هذا الشباب هذا البنات يعني البنات بدك تزيد لهم ثلاث اربع جنيه عبدو خالد بدي اقول لك قبل انا عندي اصحاب ساكنين بوادي شحرور
وكل ما انزل لعندهم عوادي شحرور بسوق سيء عيونه 10/10 لانه دائما بتصور كل سكان وادي شحرور بنوجه لهم تحيه كثير كبيره، كل سكان وتحديدا يلي هن من بيت فغالي مفكرين حالهم يا روجي يا دارو كله بفوتوا لك ويا عرض. اذا بتوجه تحيه لسكان وادي شحرور شو بتقولهم بس يسوقوا شوي بدي اقول شيء بدي اقول لهم تحيه لانه بضلهم ورانا انا ورجاء كل الوقت بيدعمونا وبيساعدونا مثل كثير فانز عندنا بكل لبنان وبرات لبنان. ما تخففوا بس اعملوها بطريقه سيف مش اكثر. برافو والله يوفقك. راشد بحصله كثير حلو. ثانك يو. غيدة البيلي. رولا منصور. جورج حرب. انا بحبه وبفتخر فيه للصراحه. ورولا كادي الله يكون معك دائما. وفعلا مثل ما قالت رولا كادي الله دائما يكون الى جانبك عبدو فغالي. انت بالنهايه عندك هالباشن يلي هي سواقه السيارات وجربت كمان تاخذ الدعم الكامل حتى تشارك ببطولات عالميه، واليوم وقت الدعم عم بيكون موجود عم تقدر تشارك وعم تقدر تمثل لبنان وعم تقدر كمان ترفع راس لبنان بالعالي. نحن بنتشكرك كثير لكل شيء عم تعمله وفعلا لانك مآمن بالهوايه اللي عم تعملها وبتحب فعلا هالشغله اللي بتقوم فيها دائما. عبدو فغالي بطل من لبنان، شكرا كثير لانك كنت موجود معنا الليله. ثانك يو ثانك يو دارو.